حكاية الليلة يمكن غادي تكون أقصر حكاية غادي تدوس برنامج هذه حكايتي، ولكن أنا مصرة باش أنني نشاركها معكم، لأن وهذا الشيء اللي غادي تسمعوا فيها بإمكان أي بنيتة كتفرج فيها دابا أو لبنيتة نتاع شي وحدة الله يحفظ يطرى لها نفس الطريقة. ضروري تسمعوها لأنها حكاية تستحق باش أنها تكون عبرة، فيها أحداث ما كتدخلش الدماغ. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اذا كنت جيتي على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. خلينا ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه حكايتنا الليله غادي نختاروا لها كاسم مستعار ناديه. كتقول ناديه كبرت وسط واحد العائله اللي الله يهمها دار، حنا بينا سته ديال الخوت داخلين سوق راسنا، ما عندناش وما خصناش وحامدين الله وشاكرينه. بابا واحد الانسان اللي هو كبير في العمر، اللي واخا نعيا ما نقول في حقه ما نقدرش نوصف لكم كيفاش هو داير بالطيبوبه ديالو. عمره ما قال لي شي حاجه وديما كان تيركز لي على قرايتي. ناديه خاصك تقراي، ناديه ما تنسايش قرايتك، ناديه خاصك ديها في قرايتك، ناديه خاصك توصلي وصف. اما بالنسبه لماما كانت بالعكس ديالو، كانت ديما كتجبد لي الزواج، اما بابا عمره ما جبد لي هذا الموضوع. المهم قريت الابتدائي مزيان والاعدادي حتى طلعت للثانوي وانا عندي 18 سنه، التفكير ديالي غادي يتقلب ليا، لانه الحلم ديالي انني نشوف راسي برا المغرب، نخرج للخارج، نمشي لبريطانيا بالضبط. ديك الدوله كتحمقني، بغيت نكمل فيها قرايتي، نتزوج ونكمل فيها حياتي. علاش كان هذا هو الحلم ديالي والهوس ديالي؟ لانه ببساطه عائلتي كلهم عايشين خارج المغرب، كلها عايشه بخير، عمر شي حد معقل علينا ولا سول فينا. فكان الحلم ديالي انني نخرج على برا ديال المغرب ونعاون عائلتي حتى انا. وانا في الباك ديالي غادي نتعرف في موقع الزواج على واحد السيد اجنبي اللي كان كبر مني بزاف، كانت في عمره 32 سنه وانا 18 سنه. كنت صراحه طامعه باش انه شي حد يديني على البرا ديال المغرب فين نعيش مده عام وزياده، وحنا معارفين غير في التليفون، كنتواصلوا مع بعضنا كنديروا دي زابيل. تعرفنا على اساس الزواج، كان هذا السيد ساكن في بريطانيا ولكن هو الاصل ديالو كان سوداني، وكانت خدمته عساس في شي بلاصه في بريطانيا غادي نقولها لدارنا. من بعد هو هضر معاهم في التليفون، او بالاحرى باه ما عندوش في الحياه، فاخو الكبير غادي يهضر مع والديا في التليفون وتعرف عليهم. دخل خاطري كان مسلم الدين والعباده والاخلاق. من بعد هذا الوقت غادي يقترح عليا باش اننا نديروا العقد نتاع الزواج. قلت ليه اه واخ، ولكن اجي هبط للمغرب عندي فين نديروه؟ قال لي لا ما نقدرش نجي عندك المغرب وانا مازال ما خديت الاقامه في بريطانيا. بدا كيدخلني من هنا وكيخرجني من هنا بالكلام، علاش الله اعلم، عمرني ما سولت علاش. صافي انا بحال التعاميت على كل شيء، بقيت مركزه غير انني نخرج خارج المغرب وصافي، نخرج من البلاد نمشي لبريطانيا. غادي يدير العقد في الدوله الاصليه ديالو بلا الحضور ديالي بلا الحضور ديالو، وغادي يصيفطو ليا. قال لي بلي انا وعائلته هما اللي تكلفوا بهذا الامر. ما عرفش هاد العقد اللي كان داير ليا واش مزور ولا لا، المهم كان دارو. جلسنا مده ويقول لي سمعي بنت الناس، اذا بغيتي تجي هنا خاصك ضروري اننا نتصوروا مع بعضنا باش يكون عندي واحد الاثبات على اننا مزوجين، والا ما عنديش الحق انني نجيبك لهنا لبريطانيا. قلت ليه وانت قلتيها خاصك تنزل عندي المغرب؟ قال لي لا انا غادي نعاود نقولها لك، انا ما عنديش الحق ننزل المغرب. كنهضر مع والديا في هذا الشيء تيقولوا لي غير حيدي بنتي هذه الفكره من راسك، حيديها من دماغك بلي انك غادي تمشي، ما نقدروش نخليوك. انا ما تقبلتهاش، وكانوا كيبانوا لي انا ذاك بلي انا والديا ضدي، كان با ضد انني نمشي. واخا هكاك تحديت وطلبت ورغبت وكلمتي هي اللي غادي تكون، انا ما سوقيش في العواقب، انا كيهمني غير نخرج من المغرب. غادي نمشي عنده على اساس واحد، ماشي انني مزوجه به، زعما داك العقد اللي كان صيفط لي بلي انه دارو لي مزور، ولكن مشيت عنده على اساس اننا نتعرفوا اكثر، نديروا تصاور باش نقدر نتزوج به في المغرب ونمشي لبريطانيا. با غادي يعاوني باش انني نقاد الباسبور، وهو فهاد الشيء كله رافض وما باغيش. وصلنا المطار وهذا السفر من الاول هو كانوا فيه العراقيل. ادخينا اللي غادي يقطع لي البيان تاع الطياره قطع لي غير المشي، والرجوع ما قطعوش ليا. فاش مشيت للمطار قالوا لي بلي انه خاصك تقطعي حتى الرجوع باش انك تقدري تسافري. تواصلت معاه في المطار وبقى كيدابز حتى قطع لي داك الرجوع. مشات عليا الطياره رجعت لدارنا، جلست واحد يومين حتى قطع لي المشي والمجي. بالحق داك المجي ما عمره ما كان قادر يعطيه ليا، لكن بقيت متشبته انني نسافر. ورغم كاع الظروف كتهيئ ليا وكتصيفط لي رسائل بلي انا هادشي اللي كديري ماشي هو هذاك. والديا داروها في يد الله وتحديتهم ومشيت لعندو. با تيبكي ودار ليا خاطري وعند بالو يا اما غنمشي نرجع يا اما غنمشي وما غاديش نرجع. غنمشي لواحد الدوله اللي سميتها جوبا في جنوب السودان،
اش غادي نقول لكم فاش وصلت لديك الدوله؟ يمكن اذا قتلوك ما كاينش اللي غادي يسيق لك الاخبار. اول حاجه ما كايناش السفاره ديالنا تما، ما كاينش اللي يعرفك اصلا بلي راه كاينه تما، لا قانون لا والو. الناس عايشين مع بعضياتهم في شي شكل. النهار اللي سافرت فيه والله العظيم الا با تيبكي، كنت غادا في مغامره وصافي، يا غنرجع يا غادي توقع ليا شي حاجه. لكن 70% والديا كانوا تايقين في هذا السيد. غادي نسافر لعندو على اساس كيف قلت لكم تصاور، وعلى اساس باش اننا نشوفو بعضنا، يعني ما عندناش الحق اننا نجلسو في بلاصه واحده. هو سبقني 3 ايام قبل لديك البلاصه، فاش وصلت تلقى ليا في المطار، سلام سلام لاباس بخير الحمد لله. مشينا للوتيل، انا في بالي بلي انه كل واحد والبيت ديالو، هادشي اللي نويت. حتى كنتفاجئ بلي انه شد لينا بيت بزوج بينا، ما قبلش وقلت ليه بلي انه مادام ما دايرينش عقد مغربي فهادشي ما قبلاش عليه، ما كاينلاش نشاركو بيت واحد، حيت انا بالنسبه ليا مازال ما مزوجاش ولكن تغربت وطمعت. دخلنا لذاك البيت، فاش كنتفاجئ بلي راه لينا بزوج. قلت ليه افلان احنا جينا غير باش نتصوروا ونتعرفوا على بعضنا، علاش خديتي بيت واحد؟ قال لي كيفاش وشنو هاد الهضره كتقولي؟ راه العقد عندنا. السيد غادي تسيف عليا النهار الاول اللي غادي نتلاقى به، غادي يغوت عليا ويهز يديه عليا بحيله صافي دابا حكمني وتمكن مني وانا ما عندي ما ندير. سكت وخفت وتكمشت. تخيلوا معايا غادي نعس بالحوايج باش مشيت من المغرب، ما قدرتش نبدل حوايجي وخايفه بزاف. نهار الاول ما وقع والو، النهار الثاني السيد غادي يبدا كيتقرب مني وغادي يسد عليا في البيت نتاع الاوتيل. هو كيتقرب وانا كنتهرب وتنقول يا ربي فكني غير من هاد المصيبه، عمرني باقي مازال نعاود. هادشي كله درته باش نحقق هذيك الرغبه لراسي انني نخرج من المغرب ونكمل قرايتي. انا كنت واحد الانسانه اللي هي قليوله في صحتها، وعمري كان عندي 18 سنه، كنتهرب منه. هو كان بحال شي وحش كيتلح عليا حتى تكرفس عليا. تخيلوا غادي يقطع عليا حوايجي وغادي يتعدى عليا، ما عرفتش شنو ندير، كرهت راسي وكرهت لحمي. والديا انا ذاك كانوا حاسين باللي انه وقع عليا شي حاجه، حيت منين جيت ما عيطتش ليهم، فغادي يصونيو عليه وكان كيقول لهم باللي انا راه بخير ولا باس عليها. عطانا نكلموها اللي راه مشغوله، ها هي هنا ها هي هنا هي كدير هادي، وانا ما كانش عندي كيفاش نقدر نتواصل معاهم، ما كانش عندي لا كارت سيم نتاع تما، ما كانش يمكن ليا اصلا حتى نهبط لتحت باش ناخذ الكود نتاع الويفي. ترسوا ليا جناحي واستسلمت وقلت لك تبارك الله مرحبا بها، ما كانش عندي فين نهرب. من نهار جيت داني نيشان لوتيل ما عارفه والو، وزيد على هذيك البلاد كانت في شكل. هو كان عنده صحابو تما كيمشي كيجلس معاهم، وانا كان كيسد عليا البيت. النهار اللي من بعد فاش والديا ما هضرش معاهم قالوا لي صيفط لنا بنتنا، وهنا غادي يعرفوا باللي انه انا ماشي بخير. قال لهم اذا بغيتوا نصيفط لكم بنتكم غادي نصيفطها لكم في الصندوق. من بعد عطاني التليفون هضرت معاهم، ماما لقيتها غير كتبكي وانا غير تنكذب عليها وكنقول لها باللي كلشي بخير، لكن ما تيقاتنيش وانا نقول لهم شنو كاين. بقيت كنهضر معاهم بالشلحه باش هو ما يفهمنيش. انا ما بقيتش تنفكر في راسي، وليت تنفكر غير في دارنا. نهار الاخر غادي يخرج ونسى التليفون من موراه، غادي نطلق لراسي الويفي وقلت لراجل اختي باش انه يقطع ليا طياره من جوبا للمغرب، حيت ما كانش طيران مباشر وكان عندي اسكال في مصر. من بعد يومين غادي يجي النهار اللي غادي نسافر فيه. قلت ليه عافاك كفلان انا بغيت نجلس في الجرده نتاع الاوتيل، خليني غير واحد شويه غادي يخلي لي الباب مفتوح. ومشى هزيت ساكي وهبط كنجري النفس باش تقطع ليا. جا في طريقي واحد السيد كان نيت في داك الاوتيل، هو اوروبي، بديت كنتحاور معاه حتى فهمني وداني المطار. الوقت اللي هربت فيه داك خينا مشى ديك العربية على اساس اني مرتو وهربت، ولكن ما جاي يعيق بيا اني خرجت من الاوتيل حتى سافر وكان عندي ليسكال ديك الساعه في مصر. لقيت فيها صعوبات باش نكمل الطريق للمغرب، حيت هو ديك العربية فالسفاره ديال المغرب هي اللي تدخلات، لانه بابا مشى لعندهم من قبل. وصل لك تراسي ووصلت للمغرب على خير. من بعد 5 ايام ديال الجحيم اعتقني الله، استقبلوني والديا بكينا حتى شبعنا، وقلت هذه والتوبه. داتني ماما عند الطبيبه باش انها تشوف شنو وقع ليا بالضبط، لكن لقاو رغم الاعتداءات كنت ولا زلت عذراء. وبالنسبه ليا هذه كانت كرامه من عند مولانا، حيت ما كنتش كنتظر نسمع هذا الكلام. والديا غادي يردوا له من راسهم، وبابا مرض بسبابي وكثرت الهضره في العائله. في الاخير ضيعت حياتي بيدي وما استفدت والو، مشيت كرفست راسي ورجعت. هاد الشي كله على طمع باش نخرج خارج البلاد. انا حاليا عندي 20 سنه ما دايره والو في حياتي وغير جالسه في الدار مكتئبه، سمحت في قرايتي الدبلومات ديالي في كل شيء، ودارنا ما عجبهمش الحال. انا اللي بغيت نوصل كرساله من القصه ديالي لبنات الناس، عزوها تعزكم، ما تغامروش بحياتكم، واذا بغيتوا توصلوا شي حاجه وصلوا لها بقرايتكم، وما تثقوش في داكشي ديال المواقع. وهذه هي كانت حكايتي.
هذه هي كانت حكايه ناديه صراحه. فاش سمعتها قلت بازت ليها، اللي ما ذبحهاش عمر ما عاش في شي قنت. كيف يعقل هذا الامر؟ بنت عندها 18 سنه او لنقولوا حتى 20 سنه غادي نامن عليها شخص واحد اخر مجهول ما كنعرفوش؟ الوالدين هما اول ناس كيتلاموا في هذه القضيه. انت صغيره بزاف ويسمحوا لك باش انك تمشي عند واحد الانسان قد ضباك وما كيعرفوش في دوله واحده اخرى؟ راه شي حاجه ما يمكنش، شي حاجه ما كتدخلش للدماغ. راه واخا تبكي الدم ما غاديش نخليك من اجل مصلحتك. المهم اللي عطاه عطاه، وهاد القصه هذه هي العبره ديالها. البنات المراهقات ما تثقوش عفاكم في داكشي المواقع، ما تكونوش فرائس سهله للاكل والهضم. هي صاحبه حكايتنا في الاخير صدقت، لا قرايه لا مستقبل. واخا عندي رساله شخصيه بغيت نقولها لك ناديه، ضروري انك ترجعي قرايتك مادام ربي عطاك فرصه جديده. بداي حياه وحده اخرى، بداي صفحه وحده اخرى. باقا عندك 20 سنه، راهي ما تدوزي، راهي ما تقراي، راهي ما تنجحي. عطي فرصه لراسك، ما توقفيش في اكتئاب وما توقفيش في هادشي اللي وقع. كانت تجربه ربي يحفظك منها بواحد الشكل اللي هو رهيب. جا الوقت انك تهزي راسك وما تقوليش صافي انا تدمرت حياتي، انا هادي غادي نبقى جالسه في بلاصتي. دابا جا الوقت باش انك تجمعي راسك وتعرفي بلي انا ولا بتخرجي للخارج مازال عندك فرصه، ولكن بقرايتك. وهذه هي كانت حكايتنا الليله. كنتمنىكم يا متابعين يا كرام انكم تخليوا رساله لناديه، نصحوها باقا مازال 20 سنه، حسبوها اختكم، حسبوها بنتكم، حسبوها صديقتكم. خليوا لها رساله انها تطبطب على قلبها وتفوقها وتحفزها باش انها ترجع لقرايتها ودير الدبلومات وتعوض على داكشي اللي فاتها. هذه هي كانت حكايتنا الليله. دمتم في رعايه الله وحفظه. تلقاو في مقاريب. سلام سلام.